تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين نظمت ندوه امبارح بمعرض الكتاب بعنوان مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب. وشارك في الندوه دي الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والدكتور رامي عبد الباقي ومارك مجدي اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وكمان محمد شوقي مدير عام دار نشر عصير الكتب. تعالوا نتابع اهم فعاليات الندوه في التقرير اللي جاي. الحقيقه انه طوال رحلتي الدراسيه ده اللي انا عرفته بس عن مصطفى كامل، هو اتولد سنه كام، بس دي مش ثقافه، دي معلومه عامه. الثقافه هو اللي كان يقول لي ان مصطفى كامل كان عنده مشروع مهم لاستقلال مصر عن انجلترا وانضمامها للباب العالي. احنا النهارده موجودين في معرض الكتاب في ندوه دور النشر وتكوين الوعي، اتكلمنا عن عدد كبير جدا من الامور، اهمها رغبتنا في ان المعرض ما يكونش سنوي، يكون يعني يعقد لاكثر من مره كل سنه، خصوصا في المحافظات اللي محتاجه ان احنا نوصل لها ثقافه في ظل منافسه كبيره جدا جدا من وسائل تكنولوجيه كتير ومن وسائل التواصل الاجتماعي وطغيان فكره الترند والثقافه التيكاوي زي ما وصفناها في الندوه. اتكلمنا كمان عن بعض يعني المشاكل في البنيه التشريعيه اللي ممكن بتعدلها، نقدر نساعد دور النشر على ان هي تقوم بدور اكبر، ونقدر ان احنا نساعد المبدعين الجدد اللي ما عندهمش امكانيات ماليه عن طريق مثلا وجود صندوق خاص للتمويل او ما الى ذلك. اتكلمنا اخيرا كمان عن فكره ان مصر دوله عظمى ثقافيا زي ما دايما بحب اقول، ودي حقيقه يعني عندنا ثقافه في كل مجال في مصر، عندنا صناعات ابداعيه وثقافيه كتير تؤهل مصر انها تبقى واحده من الدول الرائده فيما يعرف بالاقتصاد البرتقالي او الاقتصاد القائم على الصناعات الثقافيه والابداعيه، وبالتالي محتاجين نشتغل كتير جدا على هذا الموضوع. احنا طبعا شايفين الدور اللي قامت بيه التنسيقيه من خلال معرض الكتاب، يعني بعد ما التنسيقيه كان ليها تاثير كبير في الحياه السياسيه، شايفين التاثير اللي هي عملته في الحياه الثقافيه وفي معرض الكتاب. ندوات التنسيقيه من بدايه المعرض كانت الاكثر رواجا، كانت الاكثر اقبالا. شفنا ندوه عظيمه عن الحوار الوطني والمستشار محمود فوزي، النهارده كان في ندوه كمان عظيمه عن المؤسسات الثقافيه وتعزيز الوعي لدى الشباب. فاحنا سعداء ومبسوطين بمعرض القاهره، عيد لكل قارئ. الحقيقه الندوه ناقشت كثير من القضايا المتعلقه بالنشر والمتعلقه بدور الشباب في عمليه النشر والترجمه، وتوصلنا لمجموعه من المعوقات ذكرناها المتعلقه بالنشر والترجمه بالنسبه للشباب، وصلنا في النهايه انه لازم يكون في استراتيجيه وطنيه للثقافه، مشروع قومي للثقافه الوطنيه تدفع به الدوله ويدعمه المجتمع في اتجاه ان احنا نبقى عندنا مستهدف ثقافي رئيسي، وهو نشر الوعي ونشر الثقافة بقيم محددة، تكون القيم دي حصل عليها توافق مجتمعي. توافق المجتمعي ده بالضرورة يحصل في مواجهة ثقافات سائدة سادت في المجتمع المصري ضد الوعي والعلم والمعرفة.